ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه جبت لكم احلى تجميعه كده من الاكلات السهله البسيطه اللي ممكن تعملها في 5 دقائق بس. اول حاجه اكله المكرونه بالفراخ، اكله سهله ولذيذه جدا. والمكرونه دي يا جماعه اللي انا عملتها بالصلصه، عملتها بدون سليق، وكانت كانت النتيجه بتاعتها بصراحه روعه جدا. طبعا الفيديوهات دي كلها على قناتي على اليوتيوب، كل فيديو كامل يا جماعه بالشرح والتوضيح. تمام، الاول مره بقى يشوف قناتي ينزل يعمل لايك للفيديو، وكمان يشترك في قناتي عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. طبعا دي صينيه فاصوليا بالفراخ في الفرن، عملتها بطريقه جديده وبطريقه روعه جدا. الفيديو برده كامل هتلاقوه، هيعجبكم جدا على فكره، وطريقه سهله جدا جدا. تمام، يلا بقى اعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتركوا في قناتي الاول مره يشوف قناتي، واستنونا ان شاء الله فيديوهات كتيره جدا. قناتي يا جماعه اسمها عالم نوجا، عشان طبعا اللي ما يعرفهاش واللي اول مره يشوفها، اسمها عالم نوجا، قناه جميله ان شاء الله بتقدم محتوى حلو جدا وهيعجبكم. هنا بقى السمك المشوي يا جماعه بالدقه المصريه اللي هتعجبك جدا. ودي الشاورما يا جماعه، شاورما بطريقه برضو سهله، والفيديو كامل هتلاقوه على قناتي. ان شاء الله يكون الفيديوهات هتعجبكم باذن الله. باي باي.